أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مع كل شيء لا بمقارنة وغير كل شيء لا بمزايلة. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا أحكم الحاكمين، يا أعدل العادلين، يا أصدق الصادقين، يا أطهر الطاهرين، يا أحسن الخالقين، يا أسرع الحاسبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أشفع الشافعين، يا أكرم الأكرمين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل البحث. وفي رسالة الذهبي الإمام التيمي إلى ابن تيمية التيمي، رسالة من إمام توحيد أسطوري كفري تكفيري إلى الإمام الأكبر ابن تيمية إمام التوحيد الأسطوري الكفري التكفيري، قال الذهبي لابن تيمية بعد المخازي كما بينا لكم وتبين خلال البحث، المخازي عند التيمية وعند آراء التيمية وفي آراء التيمية وفي أحكام التيمية وفي مواقف التيمية وأبناء التيمية وأبناء ابن تيمية، صار الضحكة صار أضحوكة صار مضحكة، لقد فضحهم. يأتي بخزعبلات بأساطير بروزخونيات، فعلى الذهبي وأمثال الذهبي الدفاع عن هذه الخزعبلات والخرافات. يقول له الذهبي، يقول والله قد صرنا ضحكة في الوجود، فإذا كم تنبش دقائق الكفريات الفلسفية، أنت تنبش دقائق الكفريات ونحن نبتلي بالدفاع عنك وعن خزعبلاتك، فإذا كم تنبش دقائق الكفريات الفلسفية لنرد عليها بعقولنا. يا رجل قد بلعت سموم الفلاسفة ومصنفاتهم مرات، وبكثرة استعمال السموم يدمن عليها الجسم وتكمن والله في البدن، والله في القلوب شكوك، إن سلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد. والله في القلوب شكوك، إن سلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد. ونكمل الكلام في الأسطورة 35، الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان، الجهة السابعة الجهمي والمجسم هل يتفقان، الأمر السابع الطوسي والعلقمي والخليفة وهلاك والمؤامرة. وصلنا إلى النقطة الرابعة، هلاك وجنكس خان والمغول والتتار. وكان الكلام في أمور أو في موارد المورد السابع، المورد السابع مع ابن الأثير. نتفاعل مع بعض ما نقله من الأحداث. لاحظ أتينا بعدة موارد، بعدة كتب تاريخية وبعدة كتاب وعلماء ومدعي كتابة التاريخ من الذهبي وابن كثير وابن الأثير، وسيأتي أيضا إن شاء الله إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى لنذكر تطبيقات وموارد تاريخية أخرى لكتاب آخرين ولمؤلفين آخرين. إذن المورد السابع، مع ابن الأثير نتفاعل مع بعض ما نقله من الأحداث ومجريات الأمور في بلاد الإسلام المتعلقة بالتتار وغزوهم بلاد الإسلام وانتهاك الحرمات وارتكاب المجازر البشرية والإبادات الجماعية. إذن حال المسلمين وبلاد الإسلام المتعلقة بحركة التتار حسب ما نراه من فائدة ولتحقيق الغرض إن شاء الله. ففي الكامل الجزء العاشر من صفحة 260 إلى صفحة 452، بين هذه الصفحة وهذه الصفحة نقتبس عدة مقاطع. إذن الكامل الجزء العاشر من صفحة 260 إلى صفحة 452، ابن الأثير قال: ثم دخلت سنة 400، سنة 604 هجري، من هذه السنة حتى نصل إلى سنة 656 سنة سقوط بغداد وسقوط الخلافة. يقول ثم دخلت سنة 604 هجري ذكر الوقعة التي أفنت الخطأ. والكلام لابن الأثير، هذا المورد السابع كله لابن الأثير، مورد طويل
فيه مقاطع كثيرة إن شاء الله، نذكر ما اقتبسنا من الكامل لابن الأثير. يقول ابن الأثير: لما فعل خوارزم، والكلام في سنة 604 هجري، لما فعل خوارزم بالخطأ، خوارزم شاه، لما فعل خوارزم بالخطأ ما ذكرناه، مضى من سلم منهم إلى ملكهم، فإنه لم يحضر الحرب، فاجتمعوا عنده، وكان طائفة عظيمة من التتر قد خرجوا من بلادهم حدود الصين قديما. إذن من أين هم؟ من الصين، من حدود الصين، ونزلوا وراء بلاد تركستان، وكان بينهم وبين الخطأ عداوة وحروب. إذن يوجد بين الخطأ وبين المغول يوجد عداوة وحروب. فلما سمعوا بما فعله خوارزم شاه بالخطأ، لما سمع المغول، لما سمع التتار، لما سمعوا بما فعله خوارزم شاه بالخطأ، قصدوهم مع ملكهم كشلي خان. إذن هذا كشلي خان هو من التتار، هو قائد من قادة التتار، عندهم عداوة مع الخطأ، فانكسر الخطأ أمام خوارزم، أمام الجيوش الإسلامية، فاستغل التتار هذه الكسرة والانكسار، فتحركوا بقيادة الملك كشلي خان، تحركوا نحو الخطأ. فلما رأى ملك الخطأ ذلك، أرسل إلى خوارزم شاه يقول له: أما ما كان منك من أخذ بلادنا وقتل رجالنا فعفوا عنه. لاحظ، إذن الخطأ انكسروا أمام المسلمين، أمام خوارزم، والتتار استغلوا هذا الانكسار فتحركوا نحو الخطأ لغزو الخطأ وبلاد الخطأ. فاضطر ملك الخطأ أن يراسل خوارزم ويقول له: ما فعلت بنا وما قتلت وما أخذت من بلاد هذا معفو عنه، والآن أتى من هذا العدو، من التتار، من لا قبل له، أتى عدو غاشم أقوى مني ومنك، وإذا انتصروا علي فسيكون الانتصار عليك سهلا وممكنا. فطلب منه التحالف معه وإرسال العساكر له كي يقاتلا معا، يقاتلا التتار. يقول: فلما رأى ملك الخطأ ذلك، أرسل إلى خوارزم يقول له: أما ما كان منك من أخذ بلادنا وقتل رجالنا فعفوا عنه، وقد أتى من هذا العدو، أي من التتار، من لا قبل لنا به، وإنهم إن انتصروا علينا وملكونا فلا دافع لهم عنك، والمصلحة أن تسير إلينا بعساكرك وتنصرنا على قتالهم، ونحن نحلف لك أننا إذا ظفرنا بهم لا نتعرض إلى ما أخذت من البلاد، ونقنع بما في أيدينا. وأرسل إليهم كشلي خان، قائد التتار، ملك التتار، وأرسل إليهم كشلي خان ملك التتر يقول: إن هؤلاء الخطأ أعداؤك وأعداء آبائك وأعداؤنا، فساعدنا عليهم، ونحلف أننا إذا انتصرنا عليهم لا نقرب بلادك ونقنع بالمواضع التي ينزلونها. فأجاب خوارزم كلا منهما: إنني معك ومعاضدك على خصمك. إذن قال لهذا: أنا معك، وقال لذاك: أنا معك. هل سيقف على الحداد أم يوجد غدر وخيانة وقتل؟ يقول: وسار بعساكره إلى أن نزل قريبا من الموضع الذي تصافوا فيه، موضع القتال، موضع صفوف العسكرين والمعسكرين، معسكر الخطأ ومعسكر التتار، سار خوارزم قريبا منهما، وسار بعساكره، أي خوارزم سار بعساكره إلى أن نزل قريبا من الموضع الذي تصافوا فيه، فلم يخالطهم مخالطة يعلم بها أنهم من أحدهما أو مع أحدهما، فكانت كل طائفة منهم تظن أنه معها، وتواقع الخطأ والتتر،
وقعت الحرب والمعركة، فانهزم الخطأ هزيمة عظيمة. الآن ماذا فعل خوارزم؟ صار مع المنتصر. يقول: فمال حينئذ خوارزم شاه وجعل يقتل ويأسر وينهب، ولم يترك أحدا ينجو منهم، فلم يسلم منهم إلا طائفة يسيرة مع ملكهم في موضع من نواحي الترك. غدرة غير غريبة وليست بغريبة على المنهج التيمي ومنهج التيمية وعلى خوارزم. وأنفذ خوارزم شاه إلى كشليخان، إلى قائد التتار، وأنفذ خوارزم شاه إلى كشليخان ملك التتار يمن عليه بأنه حضر لمساعدته، ولولاه لما تمكن من الخطأ. فاعترف له كشلي، قائد التتار اعترف لخوارزم الموقف والمساندة، فاعترف له كشلي خان بذلك مدة، ثم أرسل إليه يطلب منه المقاسمة على بلاد الخطأ. وحسب إرجاع الضمائر المهمة المعنى في المقام، أنا أضع الأسماء وإن شاء الله لا نختلف في المعنى. يقول: ثم أرسل خوارزم شاه إليه، إلى ملك التتار، يطلب منه المقاسمة على بلاد الخطأ. وقال خوارزم: كما أننا اتفقنا على إبادتهم ينبغي أن نقتسم بلادهم. فقال ملك التتر: ليس عندي أو ليس لك عندي غير السيف، ولستم بأقوى من الخطأ شوكة ولا أعز ملكا، فإن قنعت بالمساكتة وإلا سرت إليك وفعلت بك شرا مما فعلت بهم. وتجهز وسار حتى نزل قريبا منهم. الآن لا فرق عندنا، خوارزم هو الذي تحرك باتجاه التتار أو التتار تحركوا باتجاه خوارزم، قلنا لا يفرق المعنى. وعلم خوارزم شاه أنه لا طاقة له به، فكان يراوغه، فإذا سار ملك التتار إلى موضع قصد خوارزم أهله وأثقالهم فينهبها. يعني عندما يتحرك ملك التتار كشلي خان إلى مكان باتجاه خوارزم، ماذا يفعل خوارزم؟ يذهب إلى بيوت التتار، إلى مدن التتار، إلى النساء والأطفال، إلى المدن الآمنة، فيقتحم المدن ويفتك بالمدن ويسلب وينهب. يقول: فكان يراوغه، فإذا سار ملك التتار إلى موضع قصد خوارزم شاه قصد أهله، أي أهل التتار، وأثقالهم فينهبها. وإذا سمع أن طائفة سارت عن موطنهم سار إليها فأوقع بها، وإذا سمع أن طائفة سارت عن موطنهم سار إليها فأوقع بها. فأرسل إليه كشلي خان يقول له، هذه أخلاقيات المعركة، فأرسل إليه كشلي خان يقول له: ليس هذا فعل الملوك، هذا فعل اللصوص. يقول له: ليس هذا فعل الملوك، هذا فعل اللصوص، وإلا إن كنت سلطانا كما تقول فيجب أن نلتقي، فإما أن تهزمني وتملك البلاد التي بيدي، وإما أن أفعل أنا بك ذلك. لاحظ، هذا هو الابتلاء الذي ابتلي به المسلمون. لاحظ، عندما يكون الدين واستغلال الدين وتوظيف الدين وأدلجة الدين لصالح المنافع والمكاسب والأموال والسلطة والجاه منذ الدولة الأموية، منذ تصدي معاوية للحكم وللسلطة وقبضه على السلطة ومقاليد الحكم، صار الدين عبارة عن آلة يوظف ويؤدلج لصالح الحاكم والسلطان وإجرام الحاكم وسرقات الحاكم وفساد الحاكم وإفساد الحاكم. بعدها ماذا يحصل؟ ماذا فعلوا؟ قفلوا العقول، حجروا العقول، كما هو المنهج التيمي الآن. لاحظ، ملك التتار كشلي عنده أخلاقيات الحرب، أخلاقيات المعركة، أخلاقيات الرجولة، يستحي، يخجل أمام الناس، أمام الأتباع، أمام الرعية، يخجل من الغدر، يخجل من فعل اللصوص. هو قائد، هو سلطان، له خصوصية، له أخلاقيات، له رجولة،
عنده كرامة، عنده بطولة، عنده شجاعة، لكن هذه مفقودة عند سلاطين المسلمين. لماذا؟ لأن عقول الناس قد حجرت، قد حجر عليها ابن تيمية والمنهج التيمي، فكل الأفعال المنافية للشرع، المنافية للأخلاق، المنافية للإنسانية تكون مبررة ومشرعنة وتكون مفخرة وكرامة لفاعلها. هذا ما فعله المنهج التيمي، حجر العقول. التفت، لا يوجد لهم ضابطة. الآن كل ما يفعل الدواعش، كل ما يفعل المارقة، كل ما يقتل المارقة هو مقبول من مشايخ المسلمين، من المدلسة، من أتباع التيمية، لكن فقط عندما تمسهم النار من الدواعش يمسهم القتل، عندهم رد فعل محدود تجاه الجريمة التي تقع عليهم. أما ما يقع من عموم جرائم على باقي المسلمين، على باقي الطوائف، على باقي الأديان، على باقي القوميات، فهو فعل حسن، هو ممدوح، هو مشكور، هو واجب. يقول: فأرسل إليه كشري خان يقول له: ليس هذا فعل الملوك، هذا فعل اللصوص، وإلا إن كنت سلطانا كما تقول فيجب أن نلتقي، فإما أن تهزمني وتملك البلاد التي بيدي، وإما أن أفعل أنا بك ذلك. لاحظ، هذا نفس الكلام، يشبه الكلام الذي قال له: أنا الذي أقاتلكم وليس الأطفال والنساء، ما قاله الإمام الحسين سلام الله عليه لجيش يزيد، لقوات يزيد، لأتباع يزيد، لشيعة يزيد. نعم، هم من أهل الكوفة، هم من الكوفيين، هم من يتضمن الكثير والأكثر ممن يدعي أنه ينتسب لشيعة علي ومن أتباع علي ومن شيعة الحسين وأتباع الحسين، هم من أهل الكوفة، لكنهم من شيعة أبي سفيان، من شيعة معاوية، من شيعة يزيد، من جيش يزيد، تحت سلطة يزيد، بأمر يزيد، نفذوا أوامر يزيد ومنهج يزيد وحكم يزيد. إذن قال لهم: أنا الذي أقاتلكم، ما ذنب الأطفال والنساء؟ وكما يحصل الآن، يوجد معركة ويذهب إلى السوق، إلى المسجد، إلى التكية، إلى الحضرة الصوفية، إلى المضافة الحسينية، إلى مضايف العشائر وشيوخ العشائر، إلى الأسواق، إلى الملاعب، إلى تجمعات الأطفال، إلى المدارس، فيفجر هناك ويقتل هناك. وكما يفعل الطغاة أيضا في الحروب النظامية، أيضا يتركون المواجهة هنا ويقصفون المدن ويهدمون البيوت ويفجرون في مناطق المدنيين ويقتلون الناس الآمنين. فكان خوارزم يغالطه ولا يجيبه إلى ما طلب، لأنه باطل، لأنه يستكسلك اللصوص، لا يوجد عنده أخلاقيات معركة ولا أخلاقيات رجولة ولا أخلاقيات إنسانية. لكنه أمر أهل الشاش وفرغانة وأسفيجاب وكاسان وما حولها من المدن. لاحظ ما هو اللد، يعني عندما يستكسيك اللصوص ماذا يتوقع من المقابل، والمقابل أيضا مجرم، لكن عنده بعض الأخلاقيات، عنده ضابطة، عنده حد، لكنه مجرم، لكنه جزار، لكنه قاتل، لكنه غازي. ماذا يفعل؟ سيكون الرد مضاعف وانتهى الأمر. إذن يوجد عنده مبرر لارتكاب أضعاف ما يرتكبه خوارزم. فماذا يفعل خوارزم؟ هدم البيوت الإسلامية والمدن الإسلامية والبلاد الإسلامية بنفسه، هدم المدن الإسلامية وهجر الناس وأمر الناس بالجلاء وبالنزوح وبالهجرة من مدنهم، من بلدانهم، لأنه لا يستطيع حماية هذه البلدان. إذن لماذا تستكسلك اللصوص؟ فكان خوارزمي يغالطه ولا يجيبه إلى ما طلب له، لكنه أمر أهل الشاش وفرغانة وأسفيجاب وكاسان وما حولها من المدن التي لم يكن في الدنيا أنزه منها ولا أحسن عمارة، ماذا أمرهم؟ أمرهم بالجلاء منها واللحاق ببلاد الإسلام، ثم خربها جميعها خوفا من التتر أن يملكوها. ثم اتفق خروج هؤلاء التتر الآخر
الذين لاحظ هؤلاء التتار الذين تحدثنا عنهم قبل قليل هم أصحاب كشلي، هؤلاء غير التتر أصحاب جنكيز خان وهلاكه. لاحظ يقول ثم اتفق خروج هؤلاء التتر الآخر الذين خربوا الدنيا وملكهم جنكيز خان النهرجي، خرجوا هؤلاء يعني جماعة جنكيز خان التتر أصحاب جنكيز خان خرجوا على كشلي، خرجوا على التتر المنافسين لهم، ثم اتفق خروج هؤلاء التتر الآخر الذين خربوا الدنيا ومالكهم جنكيز خان النهرجي، خرجوا على كشلي خان ملك التتر الأول، فاشتغل بهم كشلي خان عن خوارزم شاه. أقول تذكير، منذ سنة 604 هجري خرج التتار وقائدهم المغولي جنكيز خان، وقد سبقهم بسنين خروج قبائل أخرى من التتار بقيادة كشلي، وقد قصدوا غزو المسلمين وبلاد الإسلام، قصدوا غزو المسلمين وقصدوا بلاد الإسلام، فمن الذي أطمعهم ببلاد الإسلام؟ فأين ابن العلقمي يا ابن تيمية؟ أو أن العلقمية معشعش في سلوككم ونفوسكم وعقولكم الحجرية؟ وقد أشرنا إلى السبب الرئيس في تحرك التتار وقادة المغول نحو بلاد الإسلام والمسلمين، ويأتي إن شاء الله كلام يتعلق بهذا الأمر. ثم قال، والكلام لابن الأثير كما قلنا، ثم قال في الجزء العاشر في صفحة 287، ثم دخل السنة 611 سنة 611 هجري ذكر ملك خوارزم شاه علاء الدين كرمان ومكران والسند، وكان خوارزم شاه يصيف بنواحي سمرقند لأجل التتر أصحاب كشلي خان لئلا يقصد بلاده، وكان سريع السير إذا قصد جهة سبق خبره إليها. وقال ابن الأثير، ثم دخلت سنة 614 سنة 614 قبل قليل كان 611 والآن 614 ذكر ملك المسلمين دمياط من الفرنج، لما ملك الفرنج دمياط أقاموا بها، وعاد الملك المعظم صاحب دمشق إلى الشام فخرب البيت المقدس، وإنما فعل ذلك لأن الناس كافة خافوا الفرنج. لاحظ يوجد بعض الأحداث تتكرر عندنا، لكن لا ننسى بأننا هنا نتحدث في مورد تاريخي يختلف عن المورد التاريخي السابق، هنا نتحدث عن مصدر تاريخي واقتبسنا من مصدر تاريخي يختلف عن المصدر التاريخي الآخر، وبعض الأحيان تتكرر المعاني المقتبسة للحاجة إليها وللتفكير بها أو للتأكيد عليها حسب مورد الذكر. يقول، وعاد الملك المعظم صاحب دمشق إلى الشام فخرب البيت المقدس، وإنما فعل ذلك لأن الناس كافة خافوا الفرنج، وأشرف الإسلام وجميع أهله وبلاده على خطة خس في شرق الأرض وغربها، أقبل التتر من المشرق حتى وصلوا إلى نواحي العراق وأذربيجان وأران وغيرها على ما نذكره إن شاء الله تعالى. والكلام لابن الأثير، وأقبل الفرنج من المغرب فملكوا مثل دمياط في الديار المصرية مع عدم الحصون المانعة بها من الأعداء، وأشرف سائر البلاد بمصر والشام على أن تملك، وخافهم الناس كافة وصاروا يتوقعون البلاء صباحا ومساء. تعليق، في سنة 614 هجري المغول وصلوا إلى نواحي العراق كما قال ابن الأثير، قال حتى وصلوا إلى نواحي العراق وأذربيجان وأران وغيرها. إذن في سنة 614 المغول وصلوا إلى نواحي العراق، فهل كانوا قد خرجوا للتنزه والترفيه؟ وهل استمرت نزهتهم عشرات السنين بحيث بقي خليفة بغداد ووعاظ سلطانه ابن الجوزي وأبناء تيمية
ورفاقه يعتقدون أن المغول لا زالوا في نزهة حتى عام 656 هجري، فلا حاجة للتجييش والتهيئة لمواجهة خطرهم، ولا حاجة أصلا للخوف والحذر منهم. بينما صار شغل أبناء تيمية الشاغل تكفير وقتل وهتك المسلمين من شافعية وأحناف وشيعة، وخاصة الشيعة الأبرياء في بغداد الكرخ. ثم قال ابن الأثير: ثم دخلت سنة 617 هجري ذكر خروج التتر إلى بلاد الإسلام. لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها، فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا، إلا أنني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعا، فنقول هذا الفعل يتضمن، والكلام لابن الأثير يقول: فنقول هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقت الأيام والليالي عن مثلها، عمت الخلائق وخصت المسلمين. فلو قال قائل إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. الآن سؤال: الآن الحمد لله بفضل الله تعالى توفقنا ووفقنا إلى أن نوصل إليكم ما هو واقعي وحقيقي. الآن السؤال لكم: ما هو السبب في تحرك المغول؟ ما هو السبب الرئيس في تحرك المغول وفي تنمر المغول وفي توحش المغول وإصرار المغول على غزو بلاد المسلمين؟ ما هو السبب؟ عندكم الجواب، صار الجواب واضحا يقينيا. لاحظ، إذن علينا في كل عصر في كل زمان أن نبحث عن الأصل، أن نحدد المشكلة، أن نشخص الداء، أن نبحث عن حقيقة ما جرى وسبب ما جرى وواقعية ما جرى، لكي نأخذ الدروس، نتعلم لكي لا تتكرر المأساة، لا تتكرر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقت الأيام والليالي عن مثلها. ما هو السبب الآن؟ السبب تلك الغدرة التي قتل بها خوارزم أولئك الأبرياء التجار الذين أتوا إلى بلاد الإسلام والمسلمين. لاحظ، هذه الهنجية عامل اقتصادي، قوة اقتصادية تأتي إلى بلاد الإسلام يستفيد منها المسلمون، وهؤلاء الهنج، هؤلاء الذئاب القاتلة الإرهابية، هؤلاء الدواعش، هؤلاء المارقة، كما يفعلون الآن يقتلون الاقتصاد، يقتلون العامل الاقتصادي، يقتلون الأبرياء، يقتلون السياحة، يقتلون السياحة الدينية والسياحة التاريخية وسياحة الآثار، يقتلون العلم والعلماء، يرهبون الناس، يدمرون البلاد. لاحظ نفس الكلام، أتوا تجار يحملون الأموال، السبائك الذهبية، الجواهر، الأعيان النادرة، الأشياء العجيبة، الحيوانات النادرة الثمينة. ماذا يفعل؟ يقتل هؤلاء. سراق عبارة عن لصوص ليس عندهم إلا السرقة والسلب والنهب، تسلطوا على رقاب المسلمين بإمضاء وشرعنة ابن تيمية ونهج ابن تيمية. هذا هو حقيقة الأمر. لا خلاص للإسلام والمسلمين، لا خلاص للإنسان والإنسانية، للشرق وللغرب، إلا باستئصال هذا الفكر التكفيري لابن تيمية المارق القاتل الإرهابي ولأمثال ابن تيمية في باقي الديانات المنتسبة إلى المسيحية أو إلى اليهودية أو إلى غيرها من ديانات تعتقد بآلهة مختلفة. إذن يجب استئصال الفكر الداعشي من كل الديانات،
يجب استئصال فكر ابن تيمية، ابن تيمية المسلم والمنتسب للإسلام، وابن تيمية المنتسب لليهود، وابن تيمية المنتسب للمسيحية، وابن تيمية المنتسب للبوذية ولغير هؤلاء. إذن يوجد ابن تيمية عندنا ويوجد ابن تيمية عندهم، يوجد دواعش عندنا ويوجد دواعش عندهم، يوجد فرنج عندهم ويوجد فرنج عندنا، يوجد أعراب عندنا ويوجد أعراب عندهم، يوجد مغول عندهم ويوجد مغول عندنا، يوجد هلاكو عندهم ويوجد هلاكو عندنا، يوجد جنكيز خان عندهم ويوجد جنكيز خان عندنا، ويوجد لص وسارق خوارزم عندنا ويوجد لص وسارق خوارزم عندهم. لنكن منصفين في التفكير، لنكن عقلاء في تحديد وتشخيص الداء وتعيين الدواء. يقول ابن الأثير: فنقول هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقت الأيام والليالي عن مثلها عامة الخلائق وخاصة المسلمين. فلو قال قال إن العالم منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بخت النصر ببني إسرائيل من القتل وتخريب البيت المقدس. وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعن من البلاد التي كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس. لاحظ هنا ابن الأثير ينظر إلى أي شيء؟ ينظر إلى قدسية الإنسان، الإنسان المؤمن، الإنسان المسلم أشرف وأفضل وأكرم عند الله من البيت الحرام، فكيف بالبيت المقدس؟ إذا حافظوا على أرواح الناس، حافظوا على أرواح المسلمين قبل الحفاظ على المساجد وبيوتات العبادة. الحفاظ على المؤمن وحياة المؤمن وإيمان المؤمن وإسلام المؤمن أولى من المساجد، أولى من البيت الحرام فضلا عن البيت المقدس وباقي المساجد. يقول: وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعن الملاعين الملاعن من البلاد التي كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس. وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا، فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر، فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل. ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج. وأما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه ويهلك من خالفه، وهؤلاء لم يبقوا على أحد بل قتلوا النساء والرجال والأطفال وشقوا بدون الحوامل وقتلوا الأجنة. لهذه الحادثة التي استطار شررها وعم ضررها. والكلام لابن الأثير يقول: لهذه الحادثة التي استطار شررها وعم ضررها وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح، فإن قوما خرجوا من أطراف الصين. لاحظ هذا مورد آخر، هذا شاهد آخر يبين لنا سبب غزو المغول لبلاد الإسلام، سبب تنمر وتوحش المغول باتجاه المسلمين وضد المسلمين وبلاد الإسلام. يروي ابن الأثير يقول: فإن قوما خرجوا من أطراف الصين، من أطراف الصين خرجوا فقصدوا بلاد تركستان مثل كاشغر و بلا ساغون، ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر مثل سمرقند وبخارى وغيرهما، فيملكونها ويفعلون بأهلها ما نذكره، ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان فيفرغون منها ملكا وتخريبا وقتلا ونهبا، ثم يتجاوزونها إلى الري وهمذان وبلد الجبل وما فيها من البلاد إلى حد العراق. أقول: خرجوا من الصين وغزوا البلدان الإسلامية وغيرها، وقد وصلوا إلى حد العراق في سنة 617 كما يذكر ابن الأثير هنا، أي قبل 40 عاما من سقوط بغداد وصل التتار إلى حد العراق، وما زال غزوهم
وفتكهم بالمسلمين وبلاد الإسلام. ومع كل ذلك يقول منهج ابن تيمية أن التتار لا طمع لهم ببغداد، ولم يكن في مخططهم وقصدهم غزو بغداد ولا إسقاط خلافتها، وأن الخليفة لم يكن يعلم بخطر التتار ولا بتحركهم فلم يتهيأ لهم، بل سرح جيشه لعدم حاجته له، فبقي الخليفة على غفلته وسباته إلى أن وصلوا إلى أسوار بغداد فحينها استيقظ. لاحظ هذه عبارة عن روزخونية وخرافة وإكذوبة على منهج ابن تيمية التدليسي. ثم والكلام لابن الأثير، ثم يقصدون بلاد أذربيجان والرانية ويخربونها ويقتلون أكثر أهلها، ولم ينجو إلا الشريد النادر في أقل من سنة. هذا ما لم يسمع بمثله، يقول كل ما فعلوا هذا في أقل من سنة، يقول هذا ما لم يسمع بمثله. ثم لما فرغوا من أذربيجان وأرانية ساروا إلى دربند شروان فملكوا مدنه، ولم يسلم غير القلعة التي بها ملكهم، وعبروا عندها إلى بلد اللان واللكز ومن في ذلك السقع من الأمم المختلفة، فأوسعوهم قتلا ونهبا وتخريبا. ثم قصدوا بلاد كفجاق وهم من أكثر الترك عددا، فقتلوا كل من وقف لهم، فهرب الباقون إلى الغياض ورؤوس الجبال وفارقوا بلادهم، واستولى هؤلاء التتر عليها. فعلوا هذا في أسرع زمان، لم يلبثوا إلا بمقدار مسيرهم لا غير، لا يقف بوجوههم أحد. ثم قال ابن الأثير، ثم دخلت سنة 1760 ذكر خروج التتر إلى بلاد الإسلام، ومضى طائفة أخرى من التتار غير هذه الطائفة إلى غزنة وأعمالها وما يجاورها من بلاد الهند وسجستان وكرمان، ففعلوا فيه مثل فعل هؤلاء وأشد. التفت جيدا، في بداية الأمر عندنا طائفة، عندنا مجموعة من التتار وملكهم كشني، وفي مقابل هذا عندنا تتار ملكهم جنكس خان. التفت جيدا، واضح الأمر. الآن انتقل الكلام، وننتقل الكلام هنا إلى جنكس خان وجماعة جنكس خان. الآن هذا أيضا عنده حرك القوافل العسكرية، حرك الجيوش، جيش باتجاه وجيش باتجاه آخر، وكل جيش أيضا قسمه إلى جيوش وإلى أقطاعات وإلى قوافل أيضا تحركت نحو البلدان. جيش يتحرك نحو الشرق، جيش نحو الغرب، جيش نحو الشمال، جيش نحو الجنوب، وطبعا ما بين الشرق والغرب، شمال شرقي وشمال غربي وجنوب شرقي وجنوب غربي. إذن يقول ومضى طائفة أخرى من التتار غير هذه الطائفة إلى غزنة وأعمالها، لكن جميعهم تحت سلطة من وتحت سلطان من؟ تحت سلطان هولاكو، تحت سلطان جنكس خان. إذن ومضى طائفة أخرى من التتار غير هذه الطائفة إلى غزنة وأعمالها وما يجاورها من بلاد الهند وسجستان وكرمان، ففعلوا فيه مثل فعل هؤلاء وأشد. دخلوا إلى بلاد السند والهند وأفغانستان وبلاد روسيا وبلاد الغرب في بلغاريا وغرب بلغاريا، ودخلوا إلى بلاد الإسلام في إيران، ما وراء النهر في إيران، في تركيا، في العراق، في الشام، وهناك في الصين، في كوريا، ويدعي ويزعم ويوحي المنهج، منهج ابن تيمية، منهج التدليسي، منهج ابن تيمية، إلى أنهم لا يعلمون، ليس عندهم علم ببغداد وتفصيلات بغداد وضعف بغداد وضعف خليفة بغداد وانحراف خلافة بغداد وهزلية وهوان وذلة خليفة بغداد وسلطان بغداد وعساكر بغداد، فغفلوا عن بغداد وخافوا من بغداد ولم يجعلوا بغداد في مخططاتهم الاستعمارية التوسعية، حتى نبههم وأرشدهم وحركهم ابن العلقمي. هذا هو مستوى العقل المتحجر عند ابن تيمية واتباع ابن تيمية. يقول ومضى طائفة أخرى من التتار
غير هذه الطائفة إلى غزنة وأعمالها وما يجاورها من بلاد الهند وسجستان وكرمان، ففعلوا فيه مثل فعل هؤلاء وأشد. هذا ما لم يطلق الأسماع مثله، والكلام لابن الأثير، فإن الإسكندر الذي اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنيا لم يملكها في هذه السرعة، إنما ملكها في نحو 10 سنين ولم يقتل أحدا، إنما رضي من الناس بالطاعة. وهؤلاء قد ملكوا أكثر المعمور من الأرض وأحسنه وأكثره عمارة وأهلا، وأعدل أهل الأرض أخلاقا وسيرة في نحو سنة، ولم يبقى أحد في البلاد التي لم يطرقوها إلا وهو خائف يتوقعهم. إذن التي سيطروا عليها واحتلوها انتهوا أبيدوا، فلا نتحدث بعد هذا عن الخوف. والبلدان التي لم يطرقوها لم يصل إليها فهم خائفون يتوقعون في أي لحظة يدخل عليهم التتار. ولم يبقى أحد في البلاد التي لم يطرقوها إلا وهو خائف يتوقعها. مثلا أين الخليفة؟ لماذا لا يخاف؟ يقول إلا وهو خائف يتوقعهم ويترقب وصولهم إليه. تذكير: التتار قد ملكوا أكثر المعمور من الأرض، فقد علم أهلها حال التتار، وكذلك باقي البلدان التي لم يطرقها المغول، فقد عاش أهلها في خوف شديد وترقب وصول الغزاة ووقوع القتل والدمار. إلا خليفة بغداد وفقيه بلاطه التكفيري الإرهابي ابن الجوزي، فالجميع في خوف، الناس في خوف، إلا خليفة بغداد وفقيه بلاطه التكفيري الإرهابي ابن الجوزي وقادته شرابي ودويدار، كلهم كانوا في غفلة عن هذا وفي سكر وتخدير وتحشيش دائم. يقول ابن الأثير: ثم إنهم لا يحتاجون إلى نيرة ومدد يأتيهم. لاحظ هذه حتى تعرف قوة المغول، بطش المغول، قدرة المغول، إمكانيات المغول وجيش المغول. يقول: ثم إنهم لا يحتاجون إلى نيرة. يقول هؤلاء التتار المغول لا يحتاجون إلى نيرة، لا يحتاجون إلى نيرة ومدد يأتيهم، فإنهم معهم الأغنام والبقر والخيل وغير ذلك من الدواب، يأكلون لحومها لا غير. وأما دوابهم التي يركبونها فإنها تحفر الأرض بحوافرها وتأكل عروق النبات لا تعرف الشعير، فهم إذا نزلوا منزلا لا يحتاجون إلى شيء من خارج. وأما ديانتهم فإنهم يسجدون للشمس عند طلوعها ولا يحرمون شيئا، فإنهم يأكلون جميع الدواب حتى الكلاب والخنازير وغيرها، ولا يعرفون نكاحا، بل المرأة يأتيها غير واحد من الرجال، فإذا جاء الولد لا يعرف أباه. تعليق: قال: ولا يعرفون نكاحا، بل المرأة يأتيها غير واحد من الرجال، فإذا جاء الولد لا يعرف أباه. وهذه روزخونية أخذها ابن الأثير من أبناء تيمية، وهذا الفعل نفس ما يسمى بنكاح الجهاد الذي اشتهر بفعله الدواعش المارقة في هذا الزمان. فهل يا ترى قد أخذوه عن أجدادهم التتار؟ وسؤال لأبناء تيمية وأبناء ابن تيمية: إذا كان المغول كما وصفهم ابن الأثير وهذه هي حقيقتهم، فبربكم الأمرد أخبرونا عن القواسم المشتركة والمشتركة التي جمعتم فيه دين هؤلاء والإسلام والمسيحية، وجعلتموها في محور موحد ضد الإسماعيلية والفاطمية والشيعة والروافض. فهل يوجد أوضح من هذا التدليس والنفاق والزندقة وكما وصفكم الذهبي بالزندقة؟ ثم قال ابن الأثير: ذكر خروج التتر إلى بلاد الإسلام
ولقد بني الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم يبتلى بها أحد من الأمم، منها هؤلاء التتر قبحهم الله، أقبلوا من المشرق ففعلوا الأفعال التي يستعظمها كل من سمع بها وستراها مشروحة متصلة إن شاء الله تعالى، ومنها خروج الفرنج لعنهم الله من المغرب إلى الشام وقصدهم ديار مصر وملكهم ثغرة دمياط منها، وأشرفت ديار مصر والشام وغيرها على أن يملكوها لولا لطف الله تعالى ونصره عليهم، وقد ذكرناه سنة 1400. ومنها أن الذي سلم من هاتين الطائفتين فالسيف بينهم مسلول، الذي سلم من المغول من التتار وسلم من الفرنج ماذا بهم؟ يتقاتلون فيما بينهم. يقول ومنها هذا يقول ابتلاء آخر، ومنها الذي سلم من هاتين الطائفتين أي من التتار والفرنج فالسيف بينهم بين المسلمين بين من سلم من هاتين الطائفتين فالسيف بينهم مسلول والفتنة قائمة على ساق، فإن الناصر والمعين والذاب عن الإسلام معدوم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه موال، فإن هؤلاء التتر إنما استقام لهم هذا الأمر لعدم المانع، يقول التتر استقام لهم الأمر لعدم وجود المانع، لا يوجد مانع لو وقف هؤلاء السلاطين الإسلاميين المرتزقة القتلة الخونة، لو اتحدوا لو وقفوا لو تركوا التقاتل فيما بينهم ووقفوا بوجه التتار لما تمكن التتار من غزو بلاد الإسلام، فإن هؤلاء التتر إنما استقام لهم هذا الأمر لعدم المانع، وسبب عدمه ما هو السبب؟ يقول وسبب عدمه أن خوارزم شاه محمدا كان قد استولى على البلاد وقتل ملوكها وأفناهم وبقي هو وحده سلطان البلاد جميعها، فلما انهزم منهم لم يبق في البلاد من يمنعهم ولا من يحميها. أقول هل القوة في الوحدة أو في التفرقة والتشرذم؟ الجواب واضح، لكن السياسة الفاشلة والفساد والإفساد وأعمال السلب والنهب وقتل الأبرياء والإبادات الجماعية التي ارتكبها خوارزم بحق الشعوب الإسلامية أنفسها وبلدانها وحكامها فلم تبقي له صاحبا ولا ناصرا، ومع السياسة والإدارة الفاشلة إدارة اللصوصية والسرقات والسلب والنهب، فبكل تأكيد سيكون الطريق سهلا وميسرا وأمينا وآمنا للتتار لغزو بلاد المسلمين. ثم قال ابن الأثير ثم دخلت سنة 1417 هجري ذكر خروج التتر إلى تركستان وما وراء النهر وما فعلوه. في هذه السنة ظهر التتر إلى بلاد الإسلام وهم نوع كثير من الترك ومساكنهم جبال طمغاج من نحو الصين وبينها وبين بلاد الإسلام، لاحظ كم المسافة بينهم، وذهب إليهم يتحرش بهم ويسرق منهم ويسلب منهم ليس من أجل نشر الإسلام إنما من أجل السلب والنهب. يقول وبينها وبين بلاد الإسلام ما يزيد على 6 أشهر. الآن يتحدث عن السبب في ظهورهم. ابن الأثير يقول وكان السبب في ظهورهم أن مالكهم ويسمى بجنكس خان كان قد فارق بلاده وسار إلى نواحي تركستان وسير جماعة من التجار والأتراك ومعهم كثير من النقرة، يعني قطع ذهب أو فضة، ذهب وفضة كما يسمى سبيكة الذهب، سبائك ذهب وسبائك فضة، ومعهم كثير من النقرة القطع المذابة من الذهب أو الفضة، ومعهم القندز وغيرهما
إلى بلاد ما وراء النهر سمرقند وبخارى ليشتروا له ثيابا للكسوة. إذن عندهم أموال، عندهم أعيان تجارية مختلفة، ذهبوا للتجارة وليشتروا من هناك الثياب لهولاكو. فوصلوا إلى مدينة من بلاد الترك تسمى أواترار. إذن يقول ومعهم كثير من النقرة والقندز وغيرهما إلى بلاد ما وراء النهر سمرقند وبخارى ليشتروا له ثيابا للكسوة. إذن علاقات حسن جوار بينهم، تجارة اقتصاد. يقول فوصلوا إلى مدينة من بلاد الترك تسمى أواترار، وهي آخر ولاية خوارزم، وكان له نائب هناك. فلما ورد عليه هذه الطائفة من التتار أرسل إلى خوارزم شاه يعلمه بوصولهم ويذكر له ما معهم من الأموال. سأل لعابه على الأموال وللأموال. يقول فبعث إليه خوارزم شاه يأمره بقتلهم وأخذ ما معهم من الأموال وإنفاذه إليهم، فقتلهم وسير ما معهم وكان شيئا كثيرا. فلما وصل إلى خوارزم شاه فرقه على تجار بخارى وسمرقند وأخذ ثمنه منهم. أقول غدر وسلب ونهب وقتل، هذه هي أخلاق التوحش والإجرام. والله العالم بحجم الكوارث التي وقعت على الإسلام والمسلمين وبلدانهم بسبب هذه الغدرة الشنيعة. يقول ابن الأثير وقيل في سبب خروجهم إلى بلاد الإسلام غير ذلك مما لا يذكر في بطون الدفاتر، فكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. التفت جيدا ما ذكره من غدر وقتل وسرقة وإجرام ارتكبه خوارزم يعتبره خيرا في مقابل ما لم يذكره. والذي لم يذكره ابن الأثير لا يذكر في بطون الكتب لفحشه وقبحه الشديد. فأي مستوى من القبح والفساد والإجرام وأخلاق الشيطان كان فيه ذاك السبب الحقيقي وقبح خوارزم الحقيقي وفحشه وفساده بحيث فاق ما ذكره؟ وهل توقف الإفساد وسفك الدماء من أجل الذهب والمال إلى هذا الحد؟ لنرى ماذا يقول ابن الأثير. يكمل ابن الأثير كلامه قال فلما قتل النائب خوارزم شاه أصحاب جنكس خان أرسل جواسيس إلى جنكس خان لينظر ما هو وكم مقدار ما معه من الترك وما يريد أن يعمل. فمضى الجواسيس وسلكوا المفاز والجبال التي على طريقهم حتى وصلوا إليه، فعادوا بعد مدة طويلة. لا ننسى يقول بيننا بين خوارزم وبين بلاد الصين بلاد التتار مسافة ما يزيد على 6 أشهر بين التتار وبين بلاد الإسلام. يقول فمضى الجواسيس وسلكوا المفاز والجبال التي على طريقهم حتى وصلوا إليه، فعادوا بعد مدة طويلة وأخبروه بكثرة عددهم وأنهم يخرجون عن الإحصاء وأنهم من أصبر خلق الله على القتال، لا يعرفون هزيمة، وأنهم يعملون ما يحتاجون إليه من السلاح بأيديهم. فندم خوارزم شاه على قتل أصحابهم وأخذ أموالهم، فجمع خوارزم شاه أمراءه ومن عنده من أرباب المشورة فاستشارهم، فقالوا الرأي أن نتركهم يعبرون سيحون إلينا ويسلكون هذه الجبال والمضايق، فإنهم جاهلون بطرقهم ونحن عارفون بها، فنقوى حينئذ عليهم ونهلكهم فلا ينجو منهم أحد. فبينما هم كذلك إذ ورد رسول من هذا اللعين جنكس خان معه جماعة يتهدد خوارزم شاه ويقول تقتلون أصحابي وتجاري وتأخذون مالي منهم، استعدوا للحرب، فإني واصل إليكم بجمع لا قبل لكم به. هذا هو سبب الهلاك والدمار على المسلمين. هذا الكلام للعقال للعقلاء للإنسان لبني البشر. أما للعقول المتحجرة لابن تيمية وأبناء تيمية وأبناء ابن تيمية للمارقة للدواعش، فهذا الكلام لا
يطرق عقولهم، لأنها حجارة وأشد قسوة من الحجارة، لا تتقبل أي فكر وأي عقلانية وأي منطق، ولا تتقبل أي أخلاق ولا شرع ولا إنصاف ولا ضمير ولا إنسانية أبدا. إذن ما هو السبب؟ لا ننسى هذا السبب. يقول فبينما هم كذلك إذ ورد رسول من هذا اللعين جسخان معه جماعة يتهدده خوارين شاه، ويقول لاحظ السبب هذا، يقول تقتلون أصحابي وتجاري. لاحظ إذن كان هو في أمان، في سلام، في حسن جوار، في ظن حسن. لاحظ أرسل أصحابه وتجاره معهم الأموال الكثيرة الكثيرة من أجل التجارة، من أجل شراء الثياب والكسوة، لكن السلاطين غدروا بهم، قادة المسلمين غدروا بهم، أئمة المسلمين غدروا بالتجار، خلفاء المسلمين قتلوا التجار. تقتلون أصحابي وتجاري وتأخذون مالي منهم، استعدوا للحرب فإني واصل إليكم جمع لا قبل لكم به. ثم قال ابن الأثير وكان جنكيز خان قد سار إلى تركستان فملك كاشغار وبلاساغون وجميع تلك البلدان وأزال عنها التتر الأولى، فلم يظهر لهم خبر ولا بقي لهم، بل بادوا كما أصاب الخطأ. والتتر الأولى أي جماعة كشلي قد أبادهم جنكيز خان وصار هو القائد الأعلى وملك البلاد. يقول وأزال عنها التتر الأولى فلم يظهر لهم خبر ولا بقي لهم، بل بادوا كما أصاب الخطأ. وأرسل الرسالة المذكورة إلى خوارزم شاه، فلما سمعها خوارزم شاه أمر بقتل رسوله فقتل. لاحظ أي جريمة هذه في قتل الرسل، يعني فعلوا من القبائح ما يخجل منه القبح، ما يخجل منه الإجرام، ما يخجل منه الفساد وأفسد الفساد. لا يوجد أخلاق كما الآن، لا يوجد أخلاق، لا يوجد رحمة، لا يوجد إنسانية عند الدواعش المارقة. هذا هو نهج ابن تيمية، هذه هي تلبية ابن تيمية، هذه هي تلبية منهج ابن تيمية. هنا خطر منهج ابن تيمية، منهج تربوي لا أخلاقي إجرامي إرهابي قاتل يقتل الرسول. يقول وأرسل الرسالة المذكورة إلى خوارزم شاه، فلما سمعها خوارزم شاه أمر بقتل رسوله فقتل، وأمر بحلق لحى الجماعة الذين كانوا معه، وأعادهم إلى صاحبهم جنكيز خان يخبرونه بما فعل بالرسول، ويقولون له إن خوارزم شاه يقول لك أنا سائر إليك ولو أنك في آخر الدنيا حتى أنتقم وأفعل بك كما فعلت بأصحابك. استفهام، هل يوجد دين أو عرف اجتماعي أو تقليد إنساني يجيز قتل الرسول والتمثيل والتنكيل به؟ لا يوجد أبدا إلا في دين ابن تيمية وأخلاقياته ومنهجه السقيم، وكما يفعل أتباعه ومقلدته الدواعش المارقة الآن. يكمل ابن الأثير وتجهز خوارزم شاه وسار بعد الرسول مبادرا ليسبق خبره ويكبسهم، يعني يسرع حتى يسبق الخبر، يبادر قبل أن يصل الخبر إلى جنكيز خان يكون خوارزم عنده وفي بلاده وقد هجم عليه وفتك به. وتجهز خوارزم شاه وسار بعد الرسول مبادرا ليسبق خبره ويكبسهم، فأدمن السير فمضى وقطع مسيرة 4 أشهر، فوصل إلى بيوتهم فلم يرى فيها إلا النساء والصبيان والأثقال، فأوقع بهم وغنم الجميع وسبى النساء والذرية. لاحظ إذن يعلم بانشغال جنكيز خان بحرب بقتال مع آخرين، فماذا فعل؟ هجم على النساء والأطفال، هجم على المدن، قصف المدن، فجر بالمدن، أباد المدن، أباد الناس الآمنة، النساء الأطفال. تعليق: لقد علم خوارزم بانشغالهم بمعارك كبيرة خارج بلادهم وبعيدا عن بلادهم وعوائلهم، فاستغل ذلك فهجم على الأبرياء من النساء والأطفال والمدنيين ودمرهم ودمر مدنهم،
فهل هذا من سنة ومنهج وسلوك رسولنا الكريم وآل بيته الطاهرين وخلفائه وأصحابه الصالحين عليهم الصلاة والسلام أجمعين؟ إنه فعل الجبناء الغادرين عديمي الأخلاق والدين، فهذا ليس من الإسلام والدين ولا من أخلاق الآدميين. فحتى عند أجرم المجرمين والطغاة والمستكبرين يوجد أخلاقيات للمعركة، لكنها مفقودة تماما عند القادة الذين يشرع لهم ابن تيمية وأئمة ابن تيمية، الذين يشرع لهم ابن تيمية وأئمة ابن تيمية إجرامهم وسوء خلقهم. فليس بغريب، فابن تيمية يعتبر أطفال الكفار كفارا مثلهم، فيجيز قتلهم إن وقعوا في أيدي المسلمين. والله العالم كم قتلوا من الأطفال بسبب هذه الفتوى الإرهابية القاتلة وأمثالها، وما تفجير المارقة أنفسهم في الأسواق والمدارس ووسائط النقل والتجمعات وقتل الأطفال وغيرهم فيها، إلا من تطبيقات فتاوى ابن تيمية الإرهابية القاتلة. فماذا تتوقع من مجرم مثل جنكيز خان وقادة المغول عندما يحصل له ولأهله ما حصل من خوارزم والمسلمين وباسم الإسلام والدين؟ ثم قال ابن الأثير: وكان سبب غيبة الكفار عن بيوتهم أنهم ساروا إلى محاربة ملك من ملوك الترك يقال له كشنو خان، فقاتلوه وهزموه وغنموا أمواله وعادوا. كما قلنا كشلو خان، وهو كشلي خان، وهو كما قلنا قائد تتري منافس لجنكيز خان. لذلك قلنا استغل انشغال جنكيز خان بمعركة كشلي فذهب إلى النساء والأطفال ففتك بهم. هذا هو عمل خوارزم. يقول: وكان سبب غيبة الكفار عن بيوتهم أنهم ساروا إلى محاربة ملك من ملوك الترك يقال له كشلو خان أو كشلي خان، فقاتلوه وهزموه وغنموا أمواله وعادوا. فلقيهم في الطريق الخبر بما فعل خوارزم شاه بمخلفيهم بالنساء والأطفال. يقول: فجدوا السير فأدركوه قبل أن يخرج عن بيوتهم وتصافوا للحرب واقتتلوا قتالا لم يسمع بمثله، فبقوا في الحرب 3 أيام بلياليها، فقتل من الطائفتين ما لا يعد ولم ينهزم أحد منهم. أما المسلمون فإنهم صبروا حمية للدين وعلموا أنهم إن انهزموا لم يبقى للمسلمين باقية وأنهم يؤخذون لبعدهم عن بلادهم. وأما الكفار فصبروا لاستنقاذ أهليهم وأموالهم. لاحظ الدافع للقتال. يقول: أما الكفار فصبروا لاستنقاذ أهليهم وأموالهم، واشتد بهم الأمر حتى أن أحدهم كان ينزل عن فرسه ويقاتل قرنه راجلا ويتضاربون بالسكاكين، وجرى الدم على الأرض حتى صارت الخيل تزلق من كثرته، واستنفذ الطائفتان وسعهم في الصبر والقتال. هذا القتال جميعه مع ابن جنكيز خان، ولم يحضر أبوه الوقعة ولم يشعر بها، فأحصي من قتل من المسلمين في هذه الوقعة فكانوا 20,000، وأما من الكفار فلا يحصى من قتل منهم. فلما كان الليل 4 افترقوا، فنزل بعضهم مقابل بعض، فلما أظلم الليل أوقد الكفار نيرانهم وتركوها بحالها وساروا، وكذلك فعل المسلمون أيضا، كل منهم سئم القتال. ثم قال: فأما الكفار فعادوا إلى ملكهم جنكيز خان، وأما المسلمون فرجعوا إلى بخارى، فاستعد للحصار لعلمه بعجزه، فأمر خوارزم أهل بخارى
وسمرقند بالاستعداد للحصار، وجمع الذخائر للامتناع، وجعل في بخارى 20,000 فارس من العسكر يحمونها، وفي سمرقند 50,000، وقال لهم: احفظوا البلد حتى أعود إلى خوارزم وخراسان وأجمع العساكر وأستنجد بالمسلمين وأعود إليكم. فلما فرغ من ذلك رحل عائدا إلى خراسان، فعبر جيحون ونزل بالقرب من بلخ فعسكر هناك. الآن أقول إذا كان ليس عنده القدرة للقتال والعساكر غير كافية، وقد نصحه ممن كان معه بأن يبقى في مكانه وينتظر، إذا هجم عليه التتار فهم قد سلكوا الطريق الطويل والطرق الوعرة والمنحدرة والخطرة والطرق التي لا يعرفون وجهتها، فيأتون منهكين متعبين فيسهل الانقضاض عليهم. لماذا لم يسمع هذا النصح؟ لماذا ذهب إلى بلاد التتار وسار لأشهر بالعساكر الإسلامية وفتك بالأطفال والنساء، والآن ينهزم أمام عساكر التتار؟ يهرب بحجة وعنوان وتبرير جمع العساكر. لماذا لم تصل من أول الأمر وقال لهم: احفظوا البلد حتى أعود إلى خوارزم وخراسان وأجمع العساكر وأستنجد بالمسلمين وأعود إليكم؟ فلما فرغ من ذلك رحل عائدا إلى خراسان، فعبر جيحون ونزل بالقرب من بلخ فعسكر هناك. وأما الكفار فإنهم رحلوا بعد أن استعدوا يطلبون ما وراء النهر. الآن صار عندهم دافع أن يتوجهوا باتجاه البلاد الإسلامية وإلى ما وراء النهر، فوصلوا إلى بخارى بعد 5 أشهر من وصول خوارزم شاه إليها، وحصروها وقاتلوها 3 أيام قتالا شديدا متتابعة، فلم يكن العسكر الخوارزمي بهم قوة، ففارقوا البلد عائدين إلى خراسان. لاحظ، جبناء هزامون انهزموا أمام التتار. لماذا؟ لأن التربية تربية لصوص، التدريب تدريب على اللصوصية، تدريب على قتل النساء والأطفال كما يفعل الدواعش الآن. ففارقوا البلد عائدين إلى خراسان. التفت، لقد هربوا كما هرب إمامهم وخليفتهم خوارزم قبلهم، وكما مر علينا هروب العادل الأيوبي وباقي سلاطين دولتهم عند اشتداد النزال، وتركوا الناس المستضعفة إلى مصيرها المحتوم. يكمل: فلما أصبح أهل البلد وليس عندهم من العسكر أحد ضعفت نفوسهم، فأرسلوا القاضي وهو بدر الدين قاضي خان ليطلب الأمان للناس، فأعطوهم الأمان. وكان قد بقي من العسكر طائفة لم يمكنهم الهرب مع أصحابهم، فاعتصموا بالقلعة. فلما أجابهم جنكيز خان إلى الأمان فتحت أبواب المدينة يوم الثلاثاء 4 ذي الحجة من سنة 616 هجري، فدخل الكفار بخارى ولم يتعرضوا لأحد، بل قالوا لهم: كل ما هو للسلطان عندكم من ذخيرة وغيره أخرجوه لنا، وساعدونا على قتال من بالقلعة. وأظهروا عندهم العدل وحسن السيرة. ودخل جنكيز خان بنفسه وأحاط بالقلعة، ونادى في البلد بأن لا يتخلف أحد، ومن تخلف قتل. فحضروا جميعهم، فأمرهم بطم الخندق فطموه بالأخشاب والتراب وغير ذلك، حتى أن الكفار كانوا يأخذون المنابر وربعات القرآن فيلقونها في الخندق، ثم تابعوا الزحف إلى القلعة، وبها نحو 400 فارس من المسلمين، فبذلوا جهدهم ومنعوا القلعة 12 يوما. لاحظ، فقط 400 فارس منعوا القلعة 12 يوما، وعشرات الآلاف من جنود خوارزم هربوا، ومئات الآلاف مع خوارزم هرب بهم وهربوا معه.
ثم تابعوا الزحف إلى القلعة وبها نحو 400 فارس من المسلمين، فبذلوا جهدهم ومنعوا القلعة 12 يوما يقاتلون جمع الكفار وأهل البلد، فقتل بعضهم ولم يزالوا كذلك حتى زحفوا إليهم، ووصل النقابون إلى سور القلعة فنقبوه، واشتد حينئذ القتال وباكرهم من الغد، فجدوا في القتال وقد تعب من بالقلعة ونصبوا، وجاءهم ما لا قبل لهم به، فقهرهم الكفار ودخلوا القلعة وقاتلهم المسلمون الذين فيها حتى قتلوا عن آخرهم. فلما فرغ من القلعة نادى أن يكتب له وجوه الناس ورؤساؤهم، ففعلوا ذلك. إذن كتبوا له أسماء الواجهات، الرؤساء، الزعماء، التجار، كبراء البلد، كتبوا الأسماء. يقول ففعلوا ذلك، فلما عرضوا عليه أمر بإحضارهم فحضروا، فقال أريد منكم النقرة التي باعكم خوارزم شاه، فإنها لي ومن أصحابي أخذت وهي عندكم. فأحضر كل من كان عنده شيء منها بين يديه، ثم أمرهم بالخروج من البلد، فخرجوا من البلد مجردين من أموالهم، ليس مع أحد منهم غير ثيابه التي عليه. أقول بالرغم من استكبار وإجرام جنكيز خان، لكنه لم يقتلهم كما قتل خوارزم التجار التتار، وكما قتل رسول التتار الذي بعثوه إليه. يكمل ودخل الكفار البلد فنهبوه وقتلوا من وجدوا فيه، وأحاط بالمسلمين، فأمر أصحابه أن يقتسموهم فاقتسموهم، وكان يوما عظيما من كثرة البكاء من الرجال والنساء والولدان، وتفرقوا أيدي سبا وتمزقوا كل ممزق، واقتسموا النساء أيضا، وأصبحت بخارى خاوية على عروشها كأن لم تغن بالأمس، وارتكبوا من النساء العظيم، والناس ينظرون ويبكون ولا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم شيئا مما نزل بهم، فمنهم من لم يرضى بذلك واختار الموت على ذلك، فقاتل حتى قتل، ومن استسلم أخذ أسيرا، وألقوا النار في البلد والمدارس والمساجد، وعذبوا الناس بأنواع العذاب في طلب المال. استفهام: أليس القاضي بدر الدين قاضي خان قد خرج إلى جنكيز خان وتوسط عنده وأخذ الأمان للناس من جنكيز خان، فلماذا إذن قتلهم التتار وسلبوهم ونهبوهم؟ فهل هذا باتفاق وغدر وخيانة من القاضي؟ فما يقال هنا يقال في موقف ابن العلقمي على فرض ثبوت أكذوبة ابن تيمية ومنهج ابن تيمية في أنه خرج إلى هلاك وأخذ الأمان للخليفة وللناس، ولما خرجوا لهلاك قتلهم. فما يقال عن ابن العلقمي يقال عن القاضي، فاعدلوا يا أهل الدين والعقل والأخلاق والإنصاف. أكمل ابن الأثير كلامه يقول: ثم رحلوا نحو سمرقند وقد تحققوا عجز خوارزم شاه عنهم. تنبيه: كما أخبرتكم سابقا أنه هرب وترك المسلمين وبلدانهم لمصيرهم المشؤوم، وهذا أثبته واقع الحال، بينما ابن الأثير نقل الأكذوبة التي أشاعها خوارزم بأنه ذاهب لكي يجمع المقاتلين والعودة لقتال التتار، وقد تحقق التتار أنفسهم عز خوارزم عن مواجهتهم. وسنطلع إن شاء الله لاحقا إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى، سنطلع على سلوك خوارزم وهروب خوارزم أمام التتار. يقول: واستصحب معهم من سلم من أهل بخارى أسارى أسارى، فساروا بهم مشاة على أقبح صورة، فكل من أعيا وعجز عن المشي قتلوه. فلما قاربوا سمرقند قدموا الخيالة وتركوا الرجالة والأسارة
والأثقال وراءهم حتى تقدموا شيئا فشيئا ليكون أرعب لقلوب المسلمين. فلما رأى أهل البلد سمرقند سوادهم استعظموه. فلما رأى أهل البلد أي أهل سمرقند لما رأى أهل البلد سوادهم استعظموه. فلما كان اليوم الثاني وصل الأسارة وصل الأسارة والرجال والأثقال ومع كل عشرة من الأسارة علم. فظن أهل البلد أن جميع عساكر مقاتلة وأحاطوا بالبلد وفيه 50,000 مقاتل من الخوارزمية وأما عامة البلد فلا يحصون كثرة. فخرج إليهم شجعان أهله وأهل الجلد والقوة رجاله ولم يخرج معهم من العساكر الخوارزمي أحد لما في قلوبهم من خوف هؤلاء الملاعين. فقاتلهم الرجال بظاهر البلد فلم يزل التتار. تنبيه: جند خوارزم لا عقيدة لهم إلا عقيدة السلب والنهب والتخريب والسبايا والنساء. فإذا فقدوا هذه المكاسب فإنهم لا يقاتلون بل يهربون كما هرب سلطانهم الإمام خوارزم بعد أن غدروا غدرتهم بتجار التتار فورطوا المسلمين وأوقعوهم في مظلات الفتن في قتل وسبي وهلاك وإبادة ودمار. وكما يفعل المارقة الدواعش الآن فتسببوا في تدمير البلدان وقتل وتهجير العباد. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأسألكم الدعاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.